بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا طلبة المرحلة الرابعة الفرع العام. ان شاء الله اليوم راح ناخذ مثال حول تصميم السبرينج. المحاضرة السابقة شرحنا المعادلات الخاصة بتصميم السبرينج. اليوم ان شاء الله راح نحل مثالين، واحد على الكومبريشن سبرينج وواحد على الاكستنشن سبرينج. ناخذ المثال الاول، يقول a helical compression spring is made of a music wire has diameter 0.037 inch. The mean coil diameter of the spring is 0.4375 inch وtotal turn عدد اللفات الكلية هي 12 لفة with both square ends. كل النهايتين هي squared. يعني هنا المعطيات اللي مطيني اياها هي الواير دايميتر، ومطيني المين كويل دايميتر، ومطيني عدد اللفات الكليه، ومطيني نوع النهايات اللي هي سكوير. استيميت ذا تورشنال ييلد سترينث اوف ذا واير. عندنا يريد التورشنال ييلد سترينث، وعندنا يريد الستاتيك لود كورسبوندينج تو ذا ييلد سترينث، ورايد من عندنا المطلب الثالث السيفنس اوف سبرينج، والمطلب الرابع the deflection that would be caused by the load in the part 2. يعني الديفليكشن اللي يسبب اللود اللي مذكور بالفقرة الثانية اللي هو اللود المتعلق باليلد سترينث. وراء رايد من عندي السوليد لينث اوف سبرينج، وراء الفري لينث اوف سبرينج. بما انه عندي اول مرة احدد شنو نوع السبرينج، هل هو كومبريشن سبرينج لو عندي extension spring. بما انه عندي compression فاقدر اعتمد على القوانين مال compression spring. بالبداية عندي هاي المعادلة هي الاس التيميت تساوي اي في دي اس ام. هاي علاقة عامة، ما لها علاقة سواء كان spring compression او extension. هاي راح تعطيني الاس التيميت، يعني تطبق لكلا النوعين. من جدول اربعة، اذا اشوف جدول اربعة موجود اللي بالمحاضرات اخذنا بالبداية، اللي يحدد لي ايش قد يلد سبرينج اندكس وايش قد الدايميتر راح يطيل الثابت اللي هو هذا وياه. هذا جدول اربعة، جدول جدا مهم في الحسابات. مطيل هو نوع الواير، نوع الواير سبرينج هو ميوزك واير. مطين الدايميتر، مطيني الدايميتر هو 0.037 انش. اذا هذا ميوزك واير، الدايميتر واقع بين هذني الرينجين لانه وحدات انش. اذا عدي الام هذا قيمتها، والكونستانت اي اخذ لها هاي 196. ليش ناخذ هاي القيمة وهاي القيمة؟ لأنه الوحدات عندي بالإنج، يعني ما يصير آخذ 2107 2170 لأنه هاي خاصة بالوحدات اليو اس، هو وحدات الاس اي. هاي ال 2170 خاصة بالوحدات الاس اي يونت، بينما هاي خاصة بالوحدات الأمريكية. إذا أكتب من الجدول رقم أربعة، بما انه عندي الدايميتر 0.037 انج والاي يساوي 196، اذا كي اس اي والموديول يساوي ناقص 100.146. نلاحظ هنا قيمة الام هي كلها موجبة، انا المفروض من اخذها نزلها من القانون اخذها اخليها سالب. اذا راح تساوي لي الاس التيميت تساوي اي في دي اس ام. اذا الاس التيميت يساوي 196 في 0.037 اس ناقص 146 بالألف، إذا يساوي الأس ألتيميت هو 317.175. هو رايد من عدة تورشنال، المطلوب الأول التورشنال يير سترينث، إذا تاوي رايد من عدة، إذا خل أسميه الأس يو شير اللي تساوي 0.67 من الأس ألتيميت. هاي أيضا معادلة موجودة عندي في اعتقد معادلة رقم 2 اللي يتحدد
اس التيميت معادله رقم 5، معادله رقم 5 اللي تحدد لي العلاقه بين الشير وبين التنسايل. اذن اقول له اس يو شير يساوي 0.67 من الاس يو التيميت تنسايل، اذن يساوي لي 212.5 كي اس اي. اطلع وراه السي اللي هو السبرنج اندكس يساوي دي كابيتال على دي سمول، بما انه مطيني مين دايمتر مين كويل دايمتر، هاي مطينيها جاهزه مين كويل دايمتر. اذا مطيني الاوت لازم اطلع المين اللي يساوي الاوت ناقص الدي سمول، او مطيني انر كويل دايمتر لازم اقول له الانر زائد الدي سمول. بس هو مباشره مطيني المين كويل دايمتر 0.4375 ومطين الواير دايمتر، اذا اقدر اطلع السي تطلع 11.8. اطبق معادله كي واهل موجوده بالمحاضرات، 4 سي ناقص 1 على 4 سي ناقص 4 زائد 0.615 على سي تطلع لي الكي واهل 1.1213. اذا اطبق هاي المعادله اس يو اس يعني اس شير التيميت يساوي تاو ماكس يساوي كي واهل 8 دي كويل في البي على باي دي تكعيب. اللي يريده من عندي هو اللود اللي خاص باليلد، اذا انا عندي تاو ماكس طلعنا اللي هو نفسيته اللي الاس يو شير، اذا تبقى عندي بس البي مجهوله، اذا بي يساوي باي في دي تكعيب في تاو ماكس على 8 كي واهل دي. اعوض عن كل كميه بما يساويها راح يطلع لي 8.61 6 باوند. وراها اطلع الكي المطلب الثالث، يريد من عندي الكي، الكي قانونه للستفنس او السبرنج ريت يساوي جي في الدي على 8 سي تكعيب في الان اي. المشكله ان جي ما عندي، لازم اضطر اروح اطلعها من جدول رقم 6. جدول رقم 6 وين القاه؟ هنا أنا. هذا خاص فقط في قيم البروبرتيز. طبعا جدول 5 ما بي المدرس، فاضطر اروح الجدول رقم 6 اللي هو هذا، هذا جدول رقم 6 عندي ميوزك كواير هاي الماده. اذا الشير مدرس اوف الاستيسيتي هو 11.5 في 10.6 بي اس اي، اذا يساوي 11.5 ميجا بي اس اي. كذلك بما انه عندي سكوير انس اوف سبرينج، عندي نوع النهايه مال السبرينج هي سكوير، اذا اروح اطلع معادله الان توتال عدد اللفات الكليه من الجدول الخاص بالان سكوير اوف سبرينج، نسميه جدول رقم 9 squared or closed. هذا يا الكولوم الثالث total number of coils and total تساوي لي NA زائد 2. اطبق هاي المعادلة N total يساوي NA زائد 2. N total منطينياها اللي 12.5 لفة ناقصا 2 ويساوي، اذا عدد اللفات الفعالة هي 10.5. اذا من هاي العلاقه مال الكي وفرت الجي وفرت الان اي، عندي السي والدي راح اطبقهن حتى اطلع قيمه الكي. طبعا قيمه الجي هنا اضربها في 10.6 حتى تصير بالبي اس اي، هذا يبقى هنا بالانش بالانش كله، يعني اذا عندي فوت لازم احول للانش، كل واحد فوت هو 12 انش اذا اجاني التحويل بالفوت. وراها يريد الديفليكشن اكوردنج ان ذا سبرينج اللي ناتج من البي مال اليلد، اذا الدلتا يساوي بي اوفر كي ويساوي 8.616 على 3.067 يطلع يعطيني 2.8، يعني ديفليكشن معقول 2.8 انش. منها وراها راح اطلع السوليد لينث اوف سبرينج
كذلك من نفس الجدول الال سوليد تساوي دي في ان توتال زائد واحد لانه عندي سكويرد اور كلوزد. الال سوليد يساوي دي في ان توتال زائد واحد. اذا الال سوليد يساوي دي في ان توتال زائد واحد ويساوي لي طلع لي 0.5 انش. وراها طلع الفري لينكس يساوي الدلتا زائد الال سوليد ويساوي لي 3.3 او 9 انش. موضوع السبرينج موضوع مهم وبسيط بنفس الوقت لانه معادلات تطبق مباشرة، ما على الطالب سوى ان يعرف شو وقت يطبق هذا القانون، هل هو للاكستنشن سبرينج او هو للكومبريشن او هو للكومبريشن سبرينج، كذلك اختيار القانون الخاص في كل نوع. عندي المثال الثاني. عندي المثال الثاني خاص بالاكستنشن سبرينج. ايش قايل لي هنا؟ المثال الثاني خاص بالاكستنشن سبرينج. قال لي a hard wire steel, a hard drawn steel wire extension has spring wire diameter of 0.035 inch والاوتسايد اوف كويل دايمتر 0.248. نعطيني الهوك رادياي يعني الانصاف الاقطار مال الهوكس، الار 1 كذا، الار 2 كذا، عدد اللفات الكليه، نمبر اوف بودي، مو اللفات الكليه، نعطيني النمبر توتال، النمبر اوف بودي تيرنز 12، مودولس اوف ريجيتي، نعطيني الجي 11.6، نعطيني الستاتيك لود المعرض له هو 5.25 باوند. يريد من عندي البيندينج والتورشن ستراسز ات ذا اند بالنهايات، ومعطيني يريد من عندي الستيفنس والبودي لينث، ويريد من عندي الكومبرسيف ديفليكشن اوف سبرينج. اول بداية احتاج عن الدي مين، اتعامل ويا قوانين كلها ويا الدي مين ويا مال الكويل دايميتر، ومعطيني الاوت لازم انقص من الدي سمول حتى اطلع الدي مين، من طلعت الدي مين اقسم على الدي سمول حتى اطلع السي اندكس او السبرينج اندكس اللي قيمته راح تطلع لي 6.086. راح اطلع الثوابت الخاصة بالاجهادات اللي هي سي 1 اللي تساوي 2 ار 1 على دي ار 1 مطينيا اللي هي قايل لي الهوك رادياي 0.106 ار 1 و 0.089 ار 2. اذا نطلع الار سي 1 من 2 ار 1 على دي، وراها اطلع الكي بي مال بيندينج، وبراها اللي الكي بيندينج تساوي 4 سي 1 سكوير ناقص سي 1 ناقص 1 على 4 سي 1 في سي 1 ناقص 1 تطلع الكي بي 1.14. اطبق المعادله مال الاكستنشن سبرينج، انا اروح للاكستنشن حتى اروح قبل للمعادلات الخاصه بالهوكس ستراسز اللي هاي معادله رقم 41 سيجما اي يساوي كي بي في 16 دي اف على باي دي تكعيب زادا 4 اف على باي دي تربيع. قلنا هذا النهاية اللي تتعرض بيندينج زادا اكسيال. اعوض عن كل قيمة بما يساويها، قيمة الكي بي 1.14 16 الدي 0.213 والاف 5.25 على باي في الدي تكعيب زائد 4 اف على باي دي تربيع، راح تطلع لي السيجما اي تساوي تقريبا 156886 بي اس اي. كذلك اطلع السي 2، السي 2 تساوي 2 ار 2 على دي، اذا السي 2 والار 2 عندي قيمتها 0.089 راح تطلع لي السي 2 5.085. طلع الكي دبليو 2 تساوي 4 سي 2 ناقص 1 على 4 سي 2 ناقص 4 راح تطلع لي 1.1836. وراح اطلع التاو اللي تساوي لي كي دبليو 2 في 8 دي اف على
باي في الدي تكعيب اللي هي قلنا معادلة رقم 42 اللي خاصة بالتاو. إذن عوض عن كل قيمة بما يساويها راح تطلع للتاو قيمتها 78610.37 PSI. أطلع الـ N effective مطيني الـ N total قانون N total يساوي NA زائد 1. هذا قانون ثابت للـ extension فقط بهذا القانون، يعني ما بي ما بي نهايات، ما أمشي على نوع النهايات مثل الـ compression spring. لا، الـ extension spring بي قانون واحد يربط العلاقة بين الـ N total والـ N effective. إذن الآن إفكتيف عدد اللفات الفعالة يساوي 12 - 1 تعطيني 11 لفة، هي اللفات الفعالة. إذا أطلع الكي قيمتها من المعادلة تي أس 4 في جي على 8 دي تكعيب في ان اي. كذلك قيمة الكي قانونها موجود في معادلة رقم 38 دي اس 4 في جي على 8 دي تكعيب في ان اي. الجي عندي 11.6 ميجا بي اس اي، لازم اضربها في 10 أس 6. وعندي هاي الدي اس 4 انزل قيمتها، و8 الدي كويل تكعيب في ان اي، طلعت لي الكي هي 20.47 باوند على انج. يريد من عندي اللينكث بادي، اللينكث بادي يساوي الدي في ان توتال اللي هي معادلة رقم 37، راح تطلع لي البادي تساوي 0.42 انج، وراح يطلع لاين نعدل دلتا تساوي F over K 5.25 تطلع 0.256. لهنا انتهى المثال. ضني مثالين بسيطات، على واحد على الكومبريشن سبرينج، واحد على الاكستنشن سبرينج، وبي مطاليب كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.